خالد محمد الصاوي، ناقد أدبي وعضو أمانة مؤتمر أدباء مصر. أنا النهاردة رغم تعبي وإرهاقي ومرضي، اتصل بي الأستاذ محمد عبد الحليم بيقول إن في معرض مكتوب شعره بالدم، دم الشاعر نفسه، فما تخيلتش التجربة. وجيت يعني متحدي كل ظروفي عشان أقعد وأشوف هذا الشاعر وأشوف شعره. وجدت أن الشاعر فعلا يكتب بدمه، بدمه وليس على سبيل المجاز، لكن بدمه حقيقي. يسحب 10 سم كل 3 أيام ليكتب قصائده، وهذا تحت إشراف طبيب لأنه رجل مسن تجاوز 60 عاما، ومع ذلك فهو يحاول أن يعطينا درسا قاسيا يلهب ظهورنا في الوطنية والانتماء وحب هذا الوطن العظيم. الشاعر محمد عبد العليم نموذج نادر أن نراه في واقعنا المصري. نموذج لم يتأثر بالانفتاح الاقتصادي ومصطلحات السبوبة ولا السمسرة، ولم يتأثر بما يسمى بالمصلحة. رجل يتفانى في حب هذا الوطن، يكتب من داخله بدمه وبكل نقطة من أعصابه وروحه، ويكتب أيضا على الورق بدمه، فهنا الدم مضاعف. هذا الرجل يجب أن تنظر إليه الدولة نظرة أخرى، يجب أن يكون نموذجا للوطنية والفداء وحب الوطن. هذا الرجل يقدم ما يملكه فقط، وهو سنتيمترات من الدم، 10 سنتيمترات من الدم كل 3 أيام. لا يملك إلا هذا، هذا المواطن البسيط والشاعر البسيط، البسيط في حياته، إلا أنه الغني، الغني جدا بتجربته بحب هذا الوطن. أرجو فقط من إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة أن تتعامل مع هذه الظاهرة على أنها قبل أن تكون ظاهرة فنية فهي ظاهرة وطنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا النموذج درس لشباب هذه الأيام، درس يثبت لهم أن مصر كي تكون ولادة يجب أن يكون كل منا يقدم ما يقدمه عم محمد عبد العليم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شاعر العامية محمد عبد العليم، والأصح شويعر العامية جنب شعراء وفطاح بني سويف. جيت لبني سويف عشان أعرض العرض الخامس بعد ما عرضت معرض وثائق العهد بالدم بعنوان تحيا مصر، 30 قصيدة مكتوبة بدم وخط يد الشاعر محمد عبد العليم، موقع الحفر بقناة السويس. عرضت أول عرض، تاني عرض كان بقصر ثقافة الإسماعيلية، تالت عرض كان بمحافظة المنيا بمناسبة عيد الشرطة، تالت عرض كان بمناسبة أعياد تحرير سيناء بالوادي الجديد، رابع عرض كان بمحافظة سوهاج، خامس عرض كان في بني سويف، سادس عرض بأسيوط بتاريخ 6/6 بحضور الكاتب المصري لسه هيجي إن شاء الله يعني يوم 6/6 بإذن الله محمد عبد الحافظ وحضوره. وفكرة المعرض إن أنا سمعت بصندوق تحيا مصر عايز أقدم نص الميراث، ربع الميراث، لكني لا أملك إلا فكري ودمي، فقلت أتبرع بدمي في صندوق تحيا مصر. طيب هعمل إيه بالدم؟ كتبت 30 قصيدة وعايز الهدف والفكرة والمضمون. أنا بطوف المحافظات كلها عشان ألتقي كل شباب مصر وأعلمهم حب مصر وأتعلم منهم حب مصر، نعلم بعض ونتحاور مع بعض. وليه فكرة يقولوا من الفنون جنون؟ طب ليه كتبت بدمي؟ لأني سحبت من كفي المرة دي، أنا ب73 وضعت روحي على كفي عشان تحيا مصر، وعبرت قناة السويس، والعبور الثاني كان لموقع الحفر لعرض هذا المعرض اللي بيضم 150 لوحة منهم 72 لوحة مترجمة إلى اللغة الإنجليزية بعنوان لا للإرهاب، و30 لوحة بعنوان قناة السويس. كلهم بخط الدم، كلهم بالدم، والمعرض 150 لوحة، باقي اللوح بعنوان طوف وشوف. إن أنا بطوف بشوف في بني سويف حاجة جميلة، بجي كاتب لوحة وأعرضها بمعرض أسيوط، بشوف بأسيوط حاجة حلوة
من كاتب، من قاص، من شاعر، من روائي بكتبها، بيحكوا لي عن أسيوط، عن محافظ أسيوط، عن شعب أسيوط، بتتولد عندي. قالوا اللي يعيش يشوف، قال لك لا اللي يمشي يشوف أكثر. فأنا بمشي في 28 محافظة، وإن شاء الله مطلوب مني تقرير لهيئة قناة السويس.